تدرين انت ومنو دخلوا العراق بنفس السنه؟ منو؟ ابو الاريل. تلفزيون هذا؟ هذا جهاز اللي اسمه جندي ولازم نفسيته تكون مرتاحه. تعال علي شوفنا. شوف يا عم. حش اسمه لك انت؟ شاي زاهي؟ حاط ريحه؟ عمو شنو هذا الجهاز يدور وسخين؟ لا والله ما هذا جابوه الوسخين. هاي كنا نفس اللي يصير بينا يوميا والله 200 مره. هذا جابوه جهاز على اساس يكشف السيارات المفخخه اللي كانت تطق بكل مكان بالعراق. بعدين طلع واحده من اكبر النصبات اللي مشت علينا.